تستخدم تزيد نعطي ملفات اخرى على الفساد في خدمه التونسيه. عملية تعمل مسلسل ذريد برودكسيون تعطى مليار و593 مليون ذريد برودكسيون باش تعمل مسلسل. كيفاش صارت الحكاية؟ التلفزة التونسية يعملوا لجنة قراءات تعطي سيناريو. اللي عنده سيناريو التلفزة يقدم. تجي لجنة قراءات هذيا هي تخلص يخلصوا دينار على الفقر. تقرا السيناريو وتختار باش التلفزة بعد تشري السيناريو. كيفية إنتاج التلفزة يا إما تنتج وإلا تعطي كمؤسسة عمومية تعطي شركة إنتاج تنتج. باش تعطي شركة إنتاج تنتج باش تعطيها فلوس لازم منافسة. على الشركة هذه مش الشركة هذه. تعمل لها كاي تشارج نحب أنا هاو السيناريو هاو كيفاش تحبوا يتعملها وكاي تشارج. علاش أنت تعطي ريد برودكسيون من غير حتى مناقصة ومليار و593 مليون في المسلسل اللي يحكيوهم على رؤساء المصالح. رؤساء المصالح رئيس مصلحة في التلفزة التونسية مكلف بالإنتاج. هو المهنة بتاعه مكلف بالإنتاج. يتعمل له كونترا على مسلسل ب 10 مليون. تعمل له كونترا على مسلسل ب 10 مليون. التاش نتاعو في المسلسل مكلف بالانتاج، اما الشهريه نتاعك اش تخفي؟ ممكن 10 مليون، وقت اللي تواجهت البي دي جي في النقابات امام بعرور، قالت لي مش صحيح، جابوا لها ورقه اللي خلص 5 مليون ولا مين، تروح شو لها؟ قالت لي تطلبوا منه نجاح ما عندوش حق، وقالوا لي ما عندوش حق، اي واحد يخدم في تاش ادمينستراتيف ما عندوش حق يعمل برودكسيون، قالوا لي ما عندوش حق ياخذ 10 مليون. في القناة الوطنية الثانية فما مصلحة اسمها مصلحة برامج الأطفال. في القناة الوطنية الثانية كل فما برنامج وحيد تاع أطفال. المعد والمقدم المعدة والمقدمة تاع برنامج الأطفال الوحيد هي رئيس المصلحة. هي درست المشروع تاع البرنامج وعطات روح البرنامج وخلصت روحها. هي رئيس مصحة في مصحة الخدمة كان هي شنو اسمها؟ والكلام هذايا بربي انتم صحافيين عارفيني مذكر الاسماء خاطرات وعيها حتى تقاو زمان والكلام هذايا تقال في اجتماع مع البي دي جي ومع المدير القناة الوطنية الأولى والوطنية الثانية وقلت أنا توا ست شهور كان وقالت لها يا فلانة راهو مش معقول تكون في مصحة أنت وحدك وإلى يومنا هذا تخدم مازالت رئيس مصحة وتنتج وتقدم في برنامج الأطفال وحتى في رمضان تقدم برامج الأطفال هذا يسامحوني معناتها كل حد حر هو في نفسه من المتدينات من بعد الثورة. نقطة أخرى هذا آخر ما صدرت تو لحد الرياضة. هابط نور من عند رئيس المدير العام للتجارة التونسية حتى حد ما عنده الحق يخدم في التجارة التونسية مش برا إلا ما يجيب ورقة ترخيص من عند عرفات البر. خويا تحب أنت تخدم في موظف في راديو ولا في جريدة تحب تخدم في التلفزة تجيب ترخيص من عند عرف. قول له معناتها يوافق انك تخدم في التلفزه، سينما ما تخدمش، ونقطة أخرى أنه حتى حد التلفزه ما يخدم البر إلا بترخيص. أول من تعدى على النقطة هذه هي إمام بحرور. عايدة المنضرج بنيان يعمل في الأعداد تاع الحضرية. ومنضرج بنياني ما عندوش ترخيص ما عندهم مد ما عندهم قضية في المحكمة. الأدهى من هذا الكل تفرجوا في الحضرية شوفوا جيري ما فيهوش اسم منضرج بنيان. التستر. معناتها خلق القانون والتستر عليه. فاهم؟ نقاط أخرى، الإمام بحرور جات التلفزة شو عملت؟ عملت أصدقائها والحاشية بتاعها وأصحابها وعملت الأعداء. وعملت ميليشيات، أنا راني نتكلم تعرفت راني قبل التهديدات بالضرب. تهديدات برميان الزطلة في الكهرباء بتاعي. تهديدات بالفصل عن العمل. من الأشياء بتاع الحاشية. عندنا زميلتنا تخدم مساعد مخرج أول. تيتر بتاع التلفزه اسمها يهبط في التابلوك جنبي انا مساعد مخرج اول مساعد مخرج اول بما اننا من الحاشيه يهبط اسمها في برنامج اسمه ليك غني وبرنامج اخر في اسمه هي المعده والمقدمه تاع برنامج تخدم فيه اسيستون على ريليزاسيون تبي لابسه كاس وحاضر الكل وتقدم وتعرف تاخذ في شهريه على مساعدتك تاخذ في شهريه على مساعدتك الاخراج اللي ما تخدمش فيها جنب وكونترا اخر على العدد والتقدير. وهذايا راهو معناتها الناس الكل في بالها بيه. كي كلمنا عرفنا يا معلم هذايا نحيا من تابلو على الاقل علاش محسوب عليا انا؟ محسوب عليا الدخل. قال لي لا هذيك ما عندي مدام.